غدرت قبل؟ تغدرتش نقدر يعني. انت تغدر؟ اي نقدر يعني. انا من نوع الخاين قبل. امور كي تنسي على الاخر نهبلك تنسي يعني. واتساب زوز على انستغرام زوز فرق فهمتها. تحبها؟ نعشقها. ما عادش نخزر حتى وحده غيرها. عندها ضحكه يا صاح. لو كان اهل الموضوع نتاعنا احنا نحكيو على الحب والغدر. اي نحكيو على الحب والغدر يا سيدي. والله نحب ما تغدرتش. مش من نوع اللي تغدر خاطر انا كي نحب ما يغدرونيش. انت اون كوبل ولا؟ والله اون كوبل. تحبها؟ نعشقها. تغدرت قبل؟ تغدرتش نقدر يعني. انت تغدر؟ اي نقدر يعني. انا من نوع الخاين قبل. قد ايه خنت من واحد؟ والله كنت ندخل في برشا علاقات مع خمسه مع اربعه. تبدا في بالها هي ولا؟ والله لي امورها كي تكنسي على الاخر نهبلت تكنسيانيات. واتساب زوز على انستغرام زوز فرق فهمتها. حطيت له متباس ديما نقول عندي متباس في الجروب. وانت معناها مقتنع بها الطفله اللي انت معاها ولا؟ والله مقتنع بها خاطر حبتني كيف امي. كي هي حبتك عليها انت تقدر؟ ما تو اللي ما قدرتيش هذا يعني عندي معاها تو 8 شهور. نسيتك في البنات الكل؟ ما عادش نخزر حتى وحده غيرها. عليه خاطر تحسها عندها والله عندها عرق من الماليات. تحس عندها عرق من الماليات ان هي تكون خير من العباد الكل في برشا حاجات تصير تشبهها من الاخر. شنو الحاجات اللي خليتك انك تحبها وما تنساهاش ونسيتك في البنات الكل؟ وقفت معايا في وقت غسره كبيره وقت عمليه كي انا مروح من السبيطار للدار نلقاها هي قبل دارنا. وقفت معايا تبكي في الليل تسهر معايا في الليل توسي فيا ديما بكلمه بيها ديما تقول لي في كلام يصلح في اصبر ديما اصبر ديما تدعي لي تصلي لبس عليها على الاخر الحمد لله. وحبيتها خاطر عندها ضحكه يا صاح. انت قبيلك في الكواليس قلت لي كنت باش نحرق اما على خاطرها بطل. اي كنت باش نحرق اما على خاطرها بطلت. خاطر انا من نوع صاحبي اللي يحب ديما نبدل الوجوه اصلا. ما انا ولد جبل جلود واحلى جبل جلود واحلى عاصمه تونس جبل جلود. بطبيعتنا نحن في جبل جلود نعيشوا كلنا سواء فهمت. الكل حابين نحرق وكذا. مي هي ما خلتنيش تعرف علي ما خلتنيش خاطر برج ولا اي واحد غير تمشي تبدل الوجوه غادي حتى باش تقول استناني تعاون نرجع لك باش تجي الفرصه في طليانيه باش تاخوها. ما حتى ممكن تحبها باش تاخوها بين باش تاخذ اوراق باش تعمر دار فهمتني باش تاخذ. ما خليتش نعمل فلوس في تونس خير بحذايا وامي وهي خير. وصحيح انه المراه تبدل الراجل؟ تبدل الراجل تبدل الراجل. كيف وليت؟ كنت من النوع اللي ديما وحدي عندي سبع خويات هم اصحاب. اما انا كلمه صاحبي كبيره لان الواحد يصنع عيط له صاحبي معناتها عيط له هو راهو خويا. ثم برشا يعرفوني مي ماهمش اصحابي نقول له فيه مش صاحبي فهمتني. تبدل انا هي خلتني نبعد على عباد الكل خلتني نقدر خلتني نفيق فهمتني نفيق على وضعي اللي انا قبل كنت نضرب كنت نتري انا كنت ديما عارك ديما مشاكل ديما همله ما نعرفش ترفق ليها وينا فهمتها. رزنت صح. شنو تحب تقول لك؟ ما حبش نقول لك نحبك شوي فيك نحب نقول لك غير ربي يخليك بينك وبيني ربي فهمتها. تحس حياتك تبدلت؟ تبدلت كومبليتمون تبدلت 100% ما فهميش. ما كيما قبل كيما تو كان نوريك روحي قبل انا اصلا وليت نضحك على كل يوم نقعد في بيني وبين روحي في الليل نفكر روحي قبل وليت نضحك على روحي نقول لي فاش كنت نعمل انا فاش كنت ما احكي فير غير كنت نعمل فيه الكل تحسه تيش تحسها هي مرحله البلوغ انت مفسرات هي اللي وصلت عرفتها هي انا بلاغ انا رزنت تسمع بيها رزنت عملت عقل انا رزنت تبدلت هي بدلتني زرسة العقل زرسة العقل هذيك مش زرسة العقل ني بالزرسة غب كل شيء هذيك. جاء نهار وانك غششتها ولا قلقتها في حياتها؟ والله بالبي فيه اني انا وبيني وبينها حتى كي توصل تنتعاركوا مي با خمس دقائق خرجوا بعضهم ما نرقدوش متغشيه فهمت. ديما قبل ما نرقد توصيني هكا ركح المخده تغطي مليح تشهد فهمتني. ما نرقدوش متغشين جمله انا توا قداش مع بعضنا عمرنا ما رقدنا متغشين. ما في تخيل انت في ست شهور كل شهر في 30 يوم ما تعاركنا الجم. اكيد راك عملت عامله من العميل وهي ما في بالهاش بها وما فاقتش بها جمله واحده. والله حتى نخمم باش نعمل نقول لك يا ربي يخزرني يحرمني منها. حتى نخمم باش نعمل.
قولك يا ربي حتى هي تسكن بعيد. متى انا قادر مثلا نحكي مع طفله نيخو فيسبوك وهي مش 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 تعرف فهمتي وانا خرج مش تعرف حتى انا تسكن بعيد وهي تسكن بعيد فهمتها. اما نقول بعد ربي يحمني منها مع الراجل مهما حتى يخون ويدور ويعملهم الكل اما وقت اللي يرقى بنت الاصل ما عادش يخون جبنه ما عادش يغزل حتى واحد. صحيح هذيك هي تلقى بنت حليه تلقى من الاخر وهو خلق من شبه 40 هنا كنت كعبه كيف ما عادش نحب نلقى كيف ما عادش نحب نلقى واحده اخرى برا هي حبها هي من الاخر قربها في حياتك على الاخر تعرف عليك كل شيء تعرف عليك كل شيء رجعنا من نوع اللي ما بلي باش تعرفني ما تعرفنيش بلي بلي باش تعرفني بلي باش ما تعرفنيش عندي برشا حاجات بتعرف حتى انا لسه ما نعرف روحي حتى شيء هي قربتها روحي علخ قال عرفتني عرفت عليك كل شيء خايب كل شيء في عرفت خطبتها ولا مازال والله ما زلت خاطر ما نحبش نغرب بها قد نخطبها تو ونعرس بها ميش نو حسنا في روحي نكمل عام الباك بعدك ندخل نخدم على روحي نكمل عام الباك باش نخطبها يعني انا سنة باك معناتها العام هذا كان نجحت باذن الله باش ننجح بها كمل عام الباك نكتبها بعد تبقى الحكاية دارا في بلد كل ما شيء وقت ما نحبش العباد يشوفونا انا وياها يقولوا هكا مع طفل نحبهم يقولوا هكا مع خطيبة دونك ندوروا غاديك الكاميرا ووصل ميساج للشباب الكل وعطيه لها هي الكلمات عرفت رومانسيه شوي خلينا نعطيه شوي والله نحب نقول للشباب ما تعرسش احرق اي احرق ركز لي مع كلمه احرق فهمتني اما كي تعرف واحده كمان نعرفها انا ما غير ما تحرق واي لاف يو يقول لك كلام لا هي هذه لا هي يا ربي يخليك ليا واش نقول لها زياده اش نتمناك شويه ليه ولا ثم حاجه خير من ربي يخليك ليا